واتسون ام تي في بنشوفه نحن وياكم برامج ليله السبت على شاشتنا. بعد الاخبار رح نكون مع اعاده الحلقه النهائيه من سيلبرتي دوات. بنشوفنا بعد المشهد. يا بنت السلطان حني على الغلبان، المية في ايديكي يا حلوة محسوبك عطشان، على كوبري عباس انا ماشية وماشية الناس، ماشية تبص عليكي يا حلوة يا فرطم اناناس. يا بنت السلطان حني على الغلبان، المية بايديكي يا حلوة ومحسوبك عطشان، على كوبري وفروتو فيتامين، سعيدة يا حلوة سعيدة يلي بلادك بعيدة، شاوريلي وانا جيلك ماشي من سوريا الجديدة. يا بنت العاشقين مين بجمالك مين، يلي جمالك فاكهة وفروتو فيتامين، سعيدة يا حلوة سعيدة يلي بلادك بعيدة، شاوريلي سنة على سنة سيلبرتي دوات عم يفرجينا مواهب كثيرة، مواهب عند السيلبرتيز، نحن عم نمضي أوقات ممتعة جدا. إذا أنتم على موعد الليلة بعد الأخبار 9:15 مع إعادة للحلقة الأخيرة من سيلبرتي دوات. أما الساعة 4 رح نكون مع كرة القدم دوري اللبناني، رح نكون اليوم كمان مع مباراة بين الشباب الرياضي وبين الأنصار. كمان ما تنسوا موعدكم 6:15 مع زميلي غادة عيد بحلقة جديدة من علم وخبر، بتناقش فيها مع ضيوفة مواضيع الساعة، موضوع المويمين مش عم تصوت معي وطبعا موضوع القانون المشحف بحقهم، وكمان موضوع الضم والفرز باراضي مزيره اللي عم يصير بطريقه اعتباطيه. اما هلا رح نتابع احنا وياكم بعد لحظات مع ولوف فيم، خليكم معنا.